لمزيد من المتابعه حول ما يحدث في السودان ينضم الينا من ام درمان الزميل عثمان الجندي مراسلنا من هناك. عثمان، بعد التحيه، ما الذي يحدث في مدن العاصمه الثلاث وفي ولايه شمال كردفان؟ مساء الخير همام. ما زال الغصف متواصل حتى الان في العاصمه الخرطوم في مناطق متفرغه، سواء كان في مدينه ام درمان او مدينه الخرطوم بحر او مدينه الخرطوم. منذ فجر اليوم، منذ الساعات الاولى، سماء الخرطوم ترعب رعبا شديدا بسبب القصف الصاروخي والقصف بالدانات والقصف بالطيران الجيش السوداني الذي استهدف مواقع للدعم السريع بالعاصمه الخرطوم في مدنها الثلاث، وكذلك هنالك رد بالقصف بالدانات من قوات الدعم السريع وكذلك المضادات الارضيه للدعم السريع تحاول اضغاط طائرات تهاجم مواقع لها في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم. هذه المعارك دارت تحديدا في مناطق شرق الخرطوم ومناطق شرق النيل، وكذلك بالغرب من جسر شنبات الرائد بين مدينة الخرطوم بحري ومدينة أم درمان، وكذلك عاود الجيش السوداني قصفه للمرة الثانية على التوالي على مدينة الأبيض حارة ولاية شمال كردفان، حيث شن الجيش السوداني بالطيران اليوم هجوما على هذه المدينة، وكان أيضا بالأمس شن الجيش السوداني هجوم على مدينة الأبيض، وأيضا الدعم السريع قام بقصف المدينة بعدد كبير من الدانات. المعارك منذ بعد عيد الأضحى المبارك اشتدت وأصبحت أكثر ضراوة من ذي قبل، أي منذ 15 أبريل الماضي، هو تاريخ انطلاق أو بداية الحرب في السودان. بعد عيد الأضحى الوضع أصبح أكثر خطورة على حياة الناس، مما جعل الكثيرين يفرون من العاصمة الخرطوم إلى ولايات مجاورة أكثر أمانا مثل ولاية نهر النيل التي تقع شمال العاصمة الخرطوم، وكذلك الولاية الشمالية أيضا تقع في هذا الاتجاه، وكذلك إلى ولاية الجزيرة التي تقع جنوب العاصمة الخرطوم، بل الآخرين كثيرين جدا فروا إلى الحدود وذهبوا إلى دول مثل جمهورية مصر ودولة تشاد وأفريقيا الوسطى ودولة جنوب. هذا يحيلنا إلى الوضع الإنساني هناك في الخرطوم وحتى في ولايات سودانية مختلفة، دارفور، شمال كردفان ومدن العاصمة الثلاث. كيف يبدو الوضع الإنساني في ظل تحذير الأمم المتحدة، تحديدا برنامج الغذاء العالمي الذي يحذر من تفاقم مستويات الجوع في السودان بسبب الحرب؟ نعم همام، هنالك امر مهم جدا يجب الاشاره اليه. الموسم الزراعي بدا في السودان، ولكن هنالك مشكله كبيره لتمويل الموسم الزراعي، انعدام الوقود للمشاريع الزراعيه وكذلك الاسمده والتقاوي والحبوب. الكثير من السودانيين يعتمدون على الغذاء الرئيسي في السودان، يعتمد على الحبوب مثل حبوب القمح والذره الرفيعه وايضا الدخن والسمسم. هذا كله يشكل تهديد كبير جدا على الموسم الزراعي، وهذا ما حصل منه منظمه الاغذيه العالميه الفاو. اذا فشل الموسم الزراعي من المؤكد تكون هنالك مجاعه تضرب اجزاء كبيره من السودان، مما يزيد الصين باللام هذه الحرب حتى في ولايه الجزيره خلال شهرها الرابع. وكذلك الواقع الصحي اصبح يشهد تدهور كبير جدا ويتطلب مزيد من فيما يتعلق بالامن الغذائي فقط عثمان، حتى في ولايه الجزيره في مدينه ود مدني التي ربما تشمل وتتضمن ويتواجد فيها اكبر مشروع زراعي في المنطقه. نعم، هل هي متضرره ايضا فيما يتعلق بالمياه والاسمده؟ نعم همام، طبعا مشروع الجزيرة يعتبر أكبر مشروع ممكن أقول عليه في أفريقيا. هذا المشروع يعتمد عليه أهل السودان كثيرا في التأمين الغذائي، وهذا المشروع يعتمد كثيرا على تمويل البنك الزراعي. البنك الزراعي السوداني الآن تضرر تماما من الحرب وتوقف، بل تمت استباحته من قوات الدعم السريع وأصبح البنك خارج نطاق الخدمة، بل حتى بنك السودان يواجه صعوبات كبيرة جدا في السيولة النقدية والمالية. لذلك ما يشكل خطورة كبيرة على تمويل أكبر مشروع في السودان أو في أفريقيا، مشروع الجزيرة الزراعي. حتى قبل الحرب كانت هناك مشاكل تواجه الزراعة في السودان، ولكن الحرب أفرزت واقع مختلف وخطير، وليس على مشروع الجزيرة فقط، حتى داخل العاصمة الآن هنالك ندرة كبيرة جدا في الخضروات. العاصمة كانت مشهورة بكمية كبيرة من الخضروات مثل الطماطم والباذنجان والفلفلية والجزر وما شابه ذلك، لكن الآن ألاحظ في الأسواق ندرة، وحتى ارتفعت أسعار الطماطم، ارتفع الكيلو من 200 جنيه إلى 2000 جنيه،
وهذه طبعا شكرا. من قبل لم تحصل في تاريخ العاصمة الخرطوم، هذا القلاء الكبير في أسعار الخضروات، لكن هذا كله يعود نسبة لعدم وجود الوقود ونسبة لعدم وجود تمويل، وكذلك الأسمرة، اختفت الأسمرة تماما من الأسواق والمبيدة. صحيح، وذلك أثر كما قلت على توافر السلع الغذائية في العاصمة وحتى في الولايات المختلفة. شكرا جزيلا الزميل عثمان الجندي مراسلنا من مدينة أم درمان في السودان، شكرا على كل هذه التفاصيل.